لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا. طيب وبلكي زوجة ابنك ما بتحب تعيش معك بنفس البناية؟ حبيبي يلي ما بتعيش معي بنفس البناية وما بتحبني، ابني من الأساس ما رح يتجوزها. على أساس شو لك ميدو؟ على أساس شو؟ على أساس إنه أنت لساتك بتصرفي عليهم وبتساعديهم ماديا؟ طيب لنفترض إنه ابنك صار عنده دخله الخاص، بده يضل يقول بلاها؟ اسمعني تميم، أكيد أنا بعرف حالي شو مرباية، وولادي ما بيحبوني كرمال المصاري، بيحبوني لأنهم بيحبوني ولأنه نحن عائلة متماسكة. أنت قلتيها عائلة متماسكة، بس ممكن كتير تجيكي وحدة تظهر لك أنه هي بتحبك وتعمل بالأول اللي بدك إياه وبعدين تقلب فوقاني تحتاني. أنت فيكي تضمني الإنسان ما يتغير؟ ممكن تقلي شو معنى هالحكي هلأ؟ طبعا ممكن، أنا عم بحكي معك بخصوص ساندي وسمير. معناتها هن اللي قالوا لك تحكي معي؟ أبدا، أنا بالصدفة سمعت سامر وسمير عم يحكوا بالموضوع. يا تميم مشان الله، أنا أكتر واحدة بعرف نجاح وبنتها، لك هي بنت حماية النكاشة أنا اللي بعرفها. ميدو بدك تقليلي طمعانين بوردة طمعانين بشي؟ هذا هو كنا ولا غيرهم ما نفس الشي. سمير أول على آخر رح ياخد حصته من الوردة، واللي بتعرفيه أحسن من اللي بدك تتعرفي عليه. شو يعني؟ يعني فكري منيح يا ميدو، هي بتضل قريبتكم، قريبته للولد، بنت عمته، تستفاد هي من ورطة سمير أحسن ما يستفاد منه الغريب. بعدين سمير بيحبها وهي كمان بتحبه. وليكو سمير هلأ ممكن يتركك بأي لحظة وما يعود بحاجة لكل دخلي، مو رح يشارك هلأ ببطولة رياضية بالملاكمة، ممكن يسافر بأي وقت لبرا، يعني حط رجله على أول الطريق. حط رجله، حط ايده، انا ما دخلني، انا واثقه انه هي البنت ما بتحب ابني لانه بتحبه، بتحب المحل اكثر منه. طيب اذا قلت لك انه هي طلبت منه يتزوجوا عندها بالبيت وما بدهم منك شيء، شو بتقولي؟ عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد ميدو، فكري منيح يا ميدو، فكري منيح، احسن ما ينام ابنك بعيد عن حضنك. أنا شو بدنا نحكي يعني سمير؟ حيالله شي وطرتوني. خلص يا حبيبي ما تتوتر، إذا الموضوع اللي عم تحكيه سمر صحيح فهو لمصلحتك. إيه وليه بقى؟ لأنه أمك قررت توافق على موضوعك أنت وساندي عشان تكسبك لصفة ونقطة انتهى. يا جماعة أنا ما بعرف ليش حاسة إنه كل هاد اللي عم نعمله تخمين بتخمين. آه ولا سميرة؟ ولكن أنا ليه سكتة مثلنا؟ إلا أنه ما حدا فيكم عم يحكي شي. طيب بما انه اليوم الجمعه انا رح انزل اجيب شويه حمص وفول، يعني عده الفطور. هلا من كل عقلك عم تحكي سامر، انا عم اقول لك الماما بتتجوز تميم وانت بقلك بالاكل. خلصنا سمر، قلنا لك الموضوع كله تخمين بتخمين، بس يصير في شيء بنقعد وبنلاقي حل. لا عاد تعيدي لي السيره. جي ايه جيب انا الاكل ولا انت؟ لا انزل انت، لانه انا بدي احضر باقي الفطور. يلا انا بحضر الحواضر. شو قلتي ميدو؟ معك حق، الوردة لسمير أول على آخر، خليها تأخذها بنت عمته أحسن ما تأخذها الغريبة. يعني موافقة؟ إيه موافقة. شو بدك لسه؟ ولا شيء. أنت بدك شيء؟ يا حسرتي، أنا ما بدي شيء غير يكونوا مبسوطين. طيب مو جاي على بالك تلبسي فستان أبيض؟ فستان؟ طيب ليش أبيض؟ يعني الواحد بحن لأيام الشباب اللي كان بيلبق له يلبس فيها فستان. لا حبيبي، أنا لهلأ بيلبق لي ألبس فساتين، وإذا بتحب بفرجيك. أكيد بحب، ويا ريت يكون الفستان فستان عرس كمان. فستان عرس؟ وليش فستان عرس بالتحديد؟ ميدو أنا بعد سنين هالغربة كلياتها كان لي تجربة زواج من أجنبية ما زبطت، والقدر رجع جمعنا أنا وإنتي، أكيد مو عن عبس. برأيك ليش رجع خلانا نلتقي؟ مشان نرجع نكمل شي بلشناه من زمان وبوقت القدر ما خلانا نكمل. شو قصدك؟ قصدي
إنه صار وقتها أنا وأنتي نتزوج، هذا إذا ما عندك مانع، وخاصة بعد هاليومين اللي قضيتهم عندكم، حاسس حالي منكم وفيكم. بقى شو قلتي؟ الوحدة بهيك ظرف بتقول سأل أبي أو سأل إخواتي وأنا ما عندي. شو يعني؟ يعني بدك تسأل أولادي، هن كل عيلتي، وبالآخر أنت بدك تكون جوز أمهم وأبوهم، بقى لازم أخذ موافقته. فهمان هالشي، المهم أنت موافقة ولا لا؟ ولك يقبرني اللي بيخجل أنا. رح أعتبر سكوت علامة الرضا وموافقة. أعتبر شو ما بدك تعتبر، بس المهم موافقة الأولاد بالأول. ليك أنا المساء بخبرهم وبرد لك خبر. بدنا نستنى للمساء؟ هلا على الفطور بنسألهم وخلصنا. ولا مو ناويين تفطرونا؟ نعم بلا، بيكونوا البنات جهزوا ورح قوم شوفهم، بس ما لنا مستعجلين. خير البر عاجله، دق الحديد هو حامي. يلا بس لو بقدر اعرف مين انتج لك هالفيديو كليب. ولك يلي ما عنده حظ بهالدنيا لا يتعب ولا يشقى. يا الله، والله قاعدين ومبسوطين ومروقين، يعني ليش هو هلا هلا؟ انت بدك تضلك عاطي اجازه لمخك؟ انه لا اعطي اجازه لمخي ولا شيء، بالعكس انا امبارح كل الليل عم فكر عن سبب هيك يخلينا نترك البيت، انه شغله صارت ليش لنترك؟ والمصاري اللي اخذناهم وصرفناهم. يا الله يا الله، ما هو يا سامر قال انه مش ضروري نرجعهم. هيدا لانه بعده جوا الصدمه، بس شو عملنا؟ شو يلي باكد لنا انه ما رح يجي ويطالبنا بالمصاري يا فيدو؟ معقول يعملها؟ اكيد رح يعملها. مشان هيك خلينا نزمط بالمصاري الباقيين معنا، بركي بصور لي كم اعلان وبلاقي شغل بشي كباريه محترم. اوكي، اذا هيك معك حق. خلينا نمشي ست راسي، خلينا نمشي، لانه اذا منضلنا بعد شوي رح تروحي تعتذري منه. يا ريت يا ريت لو فيي شوفه بس واعتذر منه على اللي صار. خلينا نمشي فيدو. طب وين بدنا نروح؟ عشي مطرح. ماشي. يا الله بيرو، بدك تقولي لي؟ ما بحب هيك انا، لانه اللي بيجربه فيدو ما بحب يعيده. خلصني فيدو دوب الغراض، خليني اجيب جزانه والحق. فيدو عم بقول لك خذ الشنط وامشي قدامي، خليني اجيب جزانه والحق. شو بك يا زلمه؟ عم بقول لك خذ الشنط وامشي قدامي. خلاص ولا خلاص خلاص، بدي لك تعصيب 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 كل الوقت. يلا لشوف حصيني، حمل الشنط وطلع قدامي. يلا يلا عم بحكي، يلا احكي. مو على عيني يا سيد راسي. يلا يلا حمل الشنط وقدامي لشوف شو بك. يلا يا عيني يا عيني، كثير كثير طيبة هالتسقية. صحتين وهنا. على قلبك. خير شباب، شو بكون؟ ليش ساكتين؟ يعني للصراحة كنا عم نحكي بشغلة بالمطبخ عم نفكر فيها ومخوفتنا شوي. خير شو في؟ لا ماشي مهم، ماشي مهم. سمير، صحيح انتو اي محل بدكن انت وساندي؟ المحل صغير، ساندي بدها تفتح اكسسوارات. ماشي، اعتبره من اليوم صار الك، وحددوا امتى الخطبه، وانا رح اقول له للمحامي يخبر المستاجر انه هذا اخر شهر له. عم تحكي جد؟ لا طبعا عن جد عمي، طبعا جد، هذا الحكي فيه مزه. والله شفت كيف صار سمير من يمه لا استاذ. مبروك سمير، الله يبارك فيك خيي. طيب انا قايم خبر ساندي. وعدكم؟ شبعت ماما. يلا بالاذن.
ما في اطيب من الشاي بعد التسقية. صحتين وهنا. على قلبي. انا بستأذن يا جماعه. اخذت مصاري؟ ايه خذ كمان زياده من الدرج، بركي بدك تجيب لها شيء قطعه ذهب لساندي. روح. اذا بتسمحوا لي الحلو انا رح اجيبه على حسابي. ايه وانا رح احضر لهم احلى عشاء. ما بتعملي شيء عمو، ما بتعملي شيء نهائي. انا بدي اجيب كله على حسابي كرمال هذا البطل. لا عمو تمام، ما بدنا نكلفك معلش. لك ما فيها كلفه يا عمو، ما فيها كلفه. رح اكون كثير فرحان بهي القصه. ورح اكون فرحان اكثر اذا بتوافقوا نجيب خاتمين ثانيين. إلي ولا ميادة. خاتمين إلك ولا ماما؟ إذا ما عندكم مانع طبعاً. مثل ما بتعرفوا إنه ميادة هي حب الشباب وأول حب إلي، وأنتوا بعد شوي كلياتكم رح تتزوجوا مثل سمير وسميرة، ورح نضل نحن لحالنا. يعني هيك نتعكز على بعضنا بآخر حياتنا. شو قلتوا؟ ايه وماما انت موافقة على هذا الموضوع؟ حبيبتي سمر انا بعرفك قديش معلقة بأبوكي وبتحبيه، بس نحن متفقين اذا انتوا ما وافقتوا ما بنكمل القصة. لا ماما مو قصة ما تكفي بالموضوع، يعني انتوا فاجأتونا وخاصة انه نحن عم نفرح لسمير، يعني بس تلبكنا. معكم حق معكم حق. عمو أنا بدي إلكن شغلي، أنا بعرف أنتو قديش بتحبوه لبابا الله يرحمه، وبعرف أهميته عندكن، ويعني بصراحة يمكن هذا الشيء كتير شجعني وخلاني أتمسك بطلب الزواج وبهالوقت هاد. يعني أنا بكسبكن أنتو كمان، يعني ما بعرف إذا كان بيكون في عندي أولاد كنت بتمنى يحبوني نص الحب اللي بتحبوه لأبوكم. إيه بس أنت منك البابا، ونحن كيف بدنا نحبك؟ سمر عيب تحكي بهالطريقة. تركيا تركيا ميادة، هاي ردة فعل طبيعية. عمو حبيبتي أنا ما عم بطلب منكم تحبوني، أنا عم بطلب منكم إنه نلبس المحابس بس، يعني إذا ما عندكم مانع ما رح نتزوج فورا، وبالفترة اللي جاية بتشوفوني، يعني بالفترة اللي أنتوا بتحبوها بتقرروا. إذا شفتوني أنا مالي نافع لأكون زوج للست الوالدة، أنا مستعد انسحب من حياتكم فورا. تميم أنت صار لك يومين عنا، يعني جربوك وصار الوقت إنه ياخدوا قرار. أنا من جهتي موافق. ما قلتلكن؟ قلتلكن إنه أنت صرت من يمن لأنه هي وافقت على خطبتك أنت وساندي. سمر عيب عليكي، هي اسمها قلة أدب. وأنتو شو؟ شو رأيكم موافقين ولا لا؟ هاي الشروط كلها موجودة عند الأستاذ تميم ولا هيك بس علت؟ واضح انكم متفقين ومخططين للموضوع كتير منيح. عمو يمكن نكون متفقين بس صدقيني مو مخططين. وميادة ما عرفت بنيتي بالزواج إلا اليوم الصبح قبل الفطور. اسمعوا انتوا عم تعقدوها كتير، وأنا مشيت على كيفكم لهون وبس. يكون بعلمكم أنا اليوم أنا وتميم رح نلبس الخاتم مع ساندي وسمير، واللي مو عاجبه لا يعجبه. ميادة طولي بالك، ما بيصير هيك. مو شايفهم كيف عم يعاملوني وكأنه أنا مو من حقي أعيش؟ لا ماما من حقك تعيشي. مبروك. مبروك ماما. مبروك. من قلبكم؟ من قلبنا. شكرا شكرا كثير، انا فايتة غير اوعي. شكرا لانكم فكرتوا بسعادتي اللي حقيقة ما رح تكمل الا اذا سمر باركت لي. افهم شغلة وحدة، إذا أنت مالك مبسوط ليش لا تقول لهم أنك موافق؟ لأنه العقل هيك بيقول والنظرية هيك بتحكي. أنسي سميرة إيه بس هذا الموضوع بخصنا كلنا سامر، ومهم لهالدرجة بحياتنا، أنت كيف بدك تخليه يخضع لنظرياتك؟ يا حبيبتي هاي مو نظرياتي، هاي نظريات العالم كله. اللي بوقف وبوش الريح بتقلع، واللي بوقف وبوش التيار بيجرفه.
مشان هيك الحياة علمتنا يا سمر يا حبيبتي إنه ما نوقف بوشي القوي، بالعكس نحاول نمشي معه ونسايره لحتى نغير له مساره. آه ولا؟ وكيف بدك تغير المسار تبعه؟ كيف؟ ما بعرف، بس اللي بعرفه إنه نحنا كتير ضعف، وتميم حدا كتير قوي، لأنه كتير ذكي، كتير منيح. إيه شو يعني؟ بيتزوج الماما إذا هيك؟ يا جماعة لازم نفهم ونستوعب بقى إنه هذا الشيء من حقهم حتى لو كنا مالنا موافقين. أنا ما عم بفهم أنت شو مشكلتك؟ شو مشكلتي؟ ولا أنا بشكرك استسامة لأنك تذكرت إنه عندك أخت وممكن يكون عندها مشكلة تسألها عنها. حقيقة أنا ما عم بفهم عليك يا سمر. إيه ولا بعمرك رح تفهم. شو هالتنظير هذا اللي عم تنظريه؟ هذا مانو تنظير سامر، أنت بتعرف إذا أنا مبسوطة أو لا؟ بتعرف إذا أنا زعلانة أو لا؟ شي مرة فكرت تسألني إذا أنا عم بعمل اللي بحبه بالحياة؟ ولا مرة سألتني؟ ليه؟ لأن أنا لازم أطلع بكل واحد فيكن، لازم أسأل عن كل واحد فيكن، أنا ما بحب الرياضة. أنا ما بحب الرياضة، ما بحياتي حبيتها، أنا عملتها لأن البابا كان بحبها، ورجعت كملتها على ذكراه. أنا بحب روس، أنا بتمرن كل يوم، حدا منكن بيعرف؟ أنا بخبي رسماتي بالخزانة، بحب أرسم. حدا منكن سألني إذا أنا بحب اللي عم بعمله؟ ما حدا منكن سألني، بس أنا لازم أتبع رغباتكن، أنا ما فيي أقول لسميرة بحب أرسم، ما فيي بقى لي حق، لأنه هي بتحب ترسم. هيدا هي مشكلتي سامر، هيدا هي مشكلتي، مشكلتي إنه ما حدا منكن سألني ولا شيء. ما حدا منكن اتطلع غير بحاله. أنا بس الحنونة اللي لازم أسأل عنكن كلكن. ليه؟ ليه؟ مرحبا أستاذ سميرة. أهلين عبد. أمي جبتها مشان تعرف عليك. أهلين خالته. أنا آسفة بس إحنا عنا خطبة بالبيت والبيت معجوق شوي. خطبتي؟ إن شاء الله ألف مبروك. يلا مو مشكلة نزوركم بوقت تاني. مبروك بنتي، كان لازم نتعرف عليك قبل. بس كله نصيب. يلا عم بزني. مش كل الناس بتتغير لما شوي بعمرها بتكبر، يمكن من جوا عم تبقى طفل صغير قلب محير. كلام الناس ما بيعني لما بتعشق، لما تغني، لما تشوف الدنيا جنة، إلا الحدود بتتبخر. سمير مبروك ماما. الله يبارك فيك حبيبي. مبروك عمو تميم. الله يبارك في عمرك حبيبي، أعمالك إن شاء الله. زبطت معك يا ميادة. والله منو هين هالتميم، شب حلاوة وهيئته معه مصاري. يا مسعدك صبحية ما طلعت الفجرية، انت الدلال بيلبق اليك وانا العذاب حلو علي. يا سلام يا سلام يا سلام، يا سلام والله الليل ما بنام
قومي العبي بيصلح لك كبش الغنم لذبح لك واصر لك راعي واسرح لك ورا الغنم بعصي يا سلام يا سلام سلام يا سلام والله الليل ما بنام عقب عليك نجاح ميرسي حبيبتي شعوري اقدر اكمله رجع هالعمر الاول عيش الهوى حب واسهر لا تقولوا كبرت يا هالحكي قلبي من الوحدة بيشتكي على بالي راسي اتكي احضن ربيع وازهر وبيسألوا شو صار في انا شو صار احساسي مش ختيار لكن حظه وبيسألوا شو صار في أنا شو صار إحساسي مش ختيار لكن حظه معطر بعرف إنك مالك نايمة ياكي تعرفي انه انا بحبك كتير كتير وبموافقتك تكمل سعادتي تصبحي على خير ماما صباحو يا عمري يلا ها ارسميني شو بلشتي شو وين الشباب؟ مالي شايفهم؟ ما بعرف شو صاير لهم، كتير متغيرين، يصطفلوا، بكره بيروقوا لحالهم. ولا يهمك، شيء كتير طبيعي يعملوا هيك، كتير طبيعي. بعرف. المهم أنتِ شلون عزماتك؟ جاهزة. بكره على العرس ها؟ منك قهوة؟ مش كل الناس بتتغير لما شوي بعمرها بتكبر يمكن من جوا عم تبقى طفل صغير قلب محير كلام الناس ما بيعني لما بتعشق لما تغني لما تشوف الدنيا جني كل الحدود بتتبخر وبيسألوا شو صار في أنا شو صار مش ختيار لكن حظه معدار وبيسألوا شو صار في أنا شو صار إحساسي مش ختيار لكن حظه
اهلين ماما. طمني، مو كان عندك مباراه اليوم؟ شو صار معك؟ ايه ربحت. مبروك. ايش بدك تبارك له؟ ما مبروك سمير. الف مبروك. ما بدك تشوفي المسلسل؟ لا حبيبتي، مو جاي على بالي. انت ما بتروحي ولا حلقه؟ معلش هالمره بدي روح. شو صاير له؟ يصطفلوا حاجة غريبة، حاجة غريبة. شو عريس؟ شكلك موتر. لك لا، مو قصة متوتر، بس يعني تأخرنا على المعازيم بالصالة، عيب. عمو سميرة، مو كان لازم تقومي تساعدي أمك؟ ايه بلا عمو، بس هي طلبت انه تجهز حالة لحالة. خبرونا انه شهر العسل بماليزيا، مزبوط؟ ايه والله، الطيارة بعد الحفلة فورا. الله يهنيكم. شكرا. مش كأنه طولت مرت خاله؟ بلا حبيبتي، معك حق. يلا حقوم شوفها وينها. ميادة ليش هيك لابسة؟ خير؟ شو في؟ ميدو شو في؟ في شي؟ في ضحكة ولادي اللي ما عاد سمعتها بالبيت، في حنية ولادي وجنانهم يلي يمكن آخدينه مني، واللي على قد ما بكرهه على قد ما بحبه ما عاد حسيته بالبيت. في خوفهم على بعضهم وخوفهم علي، لأنه نحن عائلة واحدة. تميم أنا آسفة، أنا بس أنا إذا بتجوزك رح أخسر ولادي يلي ما ضل لي غيرهم من بعد المرحوم أبوهم، واللي كل يوم عم بكتشف إنه قديش كانت تربايته منيحة. تميم بصراحة، لا أنت ولا غيرك ممكن يكون زوجي. ولو اني متأكد انه اولاد مثل اولادك لا يمكن يتركوا امه، بس بدي اتمنى هذا الشيء.
ان شاء الله ان شاء الله اقدر اعيش معك ولو يوم واحد. عن إذنكم كنا عارفين ماما أنه ما رح تتركينا أبدا. إيش في عندي أغنى من كل أترككم؟ عمليا هلأ بلشت الحفلة. دكتور زياد. مين؟ دكتور زياد. قلبي قلبي. ماما رد عليه ولا يجي بسرعة. رد عليه ولا يجي بسرعة. ماما يا أمل. ولك بحكي موسيقى. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.